السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة. وأخيرا أخيرا جيتكم بالوصفة اللي هي طلبات مني بزاف من بعد ما تكلمت لكم عليها. جاو بزاف ديال الحواديت، جاو بزاف ديال اللي أنا قسمت معكم كل شيء، ولكن بالدعم ديالكم وب يعني الكلمات الطيبات ديالكم بقيت واقفة وبقيت كنقاسم معاكم. الوصفة ديالتنا ديالت اليوم غادا تكون إن شاء الله على تساقط الشعر البنات ولا الرجال. إلا تبعتوا هاد الشيء كيف قلت لكم وعملتوا كيف قلت لكم، غادي تتفاجئوا من هاد الوصفة اللي غادي تجربوها وتعطيوها وقتها باش تعطي يعني النتيجة ديالها. هنايا غادي نبدا لكم، هنايا عندي الحرمل البنات، الحرمل هنا، حبوب هنا، عندي القرنفل هنا، عندي الدباغ هنا، عندي حب رشاد، وهنا البنات عندي الحلبة اللي هي يا خويتها وعملتها في يعني هكذا، سي دي كابسول، سي دي جيلول باردون، انا ديما لي جيلول ولي كابسول مخلطين ليا. جيلول عملت 8 ديال الحبات ديال الحلبه ديال الصيدليه على ود البنات عندها التاريخ امتى غدا تبدا وامتى غدا تسالي. ها نتوما 2021. زدت فيها البنات وسي المكملات الغذائيه اللي هي من لا مارك سولغا، اللي هي لابو، الضفران، و ال او مون ديو لا بو، اونغل، الوغ يعني البشره، الجلده ديال البشره، والضفار، والشعر. يعني كنقلب بالعربيه باش نوصل لكم الجلده ديال البشره ديالتنا، والضفار ديالنا، والشعر ديالنا. هادي من لا مارك سولغا البنات، شويه الثمن ديالها عالي، ولكن اللي ما عندوش الامكانيات باش يخلصها يمشي الكارفور ولا الاوشون وغادي يلقى بين ما كاينه يعني المكملات الغذائيه اللي هي متخصصه بالبشره وبالضفران وبالشعر. فوالا. هنا عندي هادوك لي كابسول اللي انا دابا تكلمت لكم عليهم، هادو هما، هادو 8 من هنا و 8 من ديال الحلبه. هنا البنات طحنتهم، هنا طحنتهم، هنايا عندي القرنفل، عندي حب رشاد، عندي الدباغ، عندي الحرمل. البنات الحرمل، نصيحة اللي نعطيكم على الحرمل، الحرمل كي يحيي الزغبة ديال الشعر وكيوقفها واحد شوية، يعني كيعطيها الكثافة وكيعمرها، وكتولي الزغبة ديال الشعر ديالتنا اللي أنا كنعملها ملي كانت عندي 14 سنة. مادا بيا بنت بنتي تحل شعرها، تو بو موفغيغ تي شوفو بور كو جو فوا جوسكو لو داغيير، غادي تشوفوا ما شاء الله الشعر ديال رانيا من اللور. ومن بعد نكمل لكم المكملات. قطعتي تو لا كوبي؟ وي قطعتو. نو نو فوالا فوالا فوالا، هانتوما الشعر ديال بنتي، ديال بنت بنتي، هانتوما راه قطعتو، هانتوما هانتوما البنات. فوالا بهذيك الوصفه، يعني ما شاء الله راه كان طويل، كان نازل ليها حتى لهنايا، مشينا لعند الكوافور وقطعناه، وها هو شعرها اللي يعني ديالي انا قطعته، ولكن ديالها هي يا بهذه الوصفه. غادي نكمل معاكم. فوالا كيف قلت لكم البنات، شفتوا الشعر ديال بنتي ما شاء الله. هنايا غادي نكمل معاكم هذا الشيء، كل شيء اللي قاسمت معاكم طحنته. هنا عندي كيف قلت لكم هاد المكملات الغذائيه هي اللي طحناها هنايا. هنا الحلبه اللي هي يا غير كتحلوا دوك لي جيلول، هنا عندي حب رشاد، هنا عندي القرنفل، هنا عندي الدباغ، وهنا عندي الحرمل البنات. هذا هو علاش هنا غنحتاجو كأس ديال زيت الزيتون، ولكن
يمكن نحتاجو كتر. هنا غادي ناخد انا هاد زيت الزيتونه البنات اللي هي خاليه من الملحه، غادي نحاول نقرب ليكم. الوغ اش كتشوفي رانيا؟ لو سال 0.0 غرام اي بروتين 0.0 غرام aussi دون دو سكر 0.0 غرام glucides 0.0 غرام. يعني ملي كان هادشي كلشي اللي قرات عليكم رانيا يعني فيه ها نتوما كتشوفوا زيرو صفر صفر صفر. كنحاول نبسط باش كلشي يفهم. يعني ناخذ زيت الزيتون اللي ما فيهاش الملحه وفيها الحوايج اللي غادي يضروا لينا يعني الفوره ديال الطراس ديالنا. دابا اشنو غادي نعملوا البنات؟ غادي ناخذ واحد بحال جالسين مع بعضياتنا وكنعملها لكم، والله القسم البنات راني عيانه عيانه. يعني من بعد ما وريتكم هذا الشيء، هذا الشيء الحرمل القرنفل الدباغ حب رشاد المكملات الغذائيه اللي هي كتصلح للبشره والضفران والشعر، وهنا الحلبه غادي نحيدوا هذا هكا رانيا فوالا. هادو حتى هما احيديهم رانيا، حنا غنعملو خدمه البلاد. هنايا البنات عندي هاد السوبيره، هادي هي الاخرى رانيا. هاد السوبيره هادي البنات اللي غادي ناخد، غادي ناخد السوبيره وغادي نعمل فيها البنات ها نتوما شوفوا، غادي نعمل القرنفل بسم الله، غادي نعمل الدباغ الحرمل وهنايا البنات الحلبه وهذيك المكملات الغذائيه اللي كتكون فيها السيلينيوم اللي هو كي يوافق لينا البشره ديالتنا والضفران ديالنا والنضره ديالت الوجه ديالنا. هنايا غادي نعملو كلشي، غادي نخلطو هادشي البنات، غادي نخلطو هادشي مزيان البنات، خصكم تخلطو هادشي باش هانتوما كتشوفو خلطنا ومع ذلك باقي ما تخلط. فوالا دابا البنات اشنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو واحد واحد الكاس ديال الزيت ديال العنبه، ها نتوما كاس ديال الزيت ديال العنبه اللي حنا غادي نعملوه هنايا، كاس بالضبط على ود هاد الوصفه البنات. ماشي غادي نصفيوها وغادي ناخذوا غير الزويته ديالها وغادي نعملوها على شعرنا، لا، هاد الوصفه غادي نشقوا بها الفوره ديال الطراس ديالنا جوج مرات ولا ثلاثه في الاسبوع. في الاول غادي تحسوا بواحد شويه ديال الحريق في الفوره ديال الطراس ديالكم على ود ما مولفاش بهاد الاعشاب اللي حنا غادي نعطيوهم ليها، اللي ان شاء الله غادي نتلقاو عليهم نتيجه يعني مفيده. من بعد البنات ملي غادي نعملوا هاد الوصفه هكذا، غادي نقبطوا، غادي نقبطوا باقي ما كملنا البنات، غادي نقبطوا هاد الغطايا اللي هي ديالت هاد الاناء اللي هي قلبتها باردون تنقول واش ماشي هي ديالتو، فوالا غطايا اللي هي ديالت هاد الاناء، وغادي نخليوه هنايا وغادي نقول لكم من بعد اشنو خصنا نعملو. غادي نجيبو الفلفله الحلوه وغادي ناخدو واحد ما عرفتش واش ناخد هادي ولا ناخد هادي رانيا لوكيل سلا سلا، فوالا غادي ناخدو هادي غادي نعملو فيها، غادي نعملو فيها الفلفله الحلوه البنات اللي هي تقطعات طريفات ومع غسلتها
كنشفوها في واحد القاغط ديال المطبخ اللي هي يعني هاد الفلفله ما يبقاش فيها نهائيا الماء. وملي نشفتها في القاغط حطيتها شويه في الظل، ضربت فيها شويه ديال البرد باش نشفات لينا. اذا هاد الفلفله اشنو غادي نعملوا ليها؟ غادي ناخذوا كاس ديال الزيت البنات، كاس ديال الزيت ديال العنبه، هانتوما كتشوفوا هاد الوصفه الى طبقتوا هاد الشيء اللي انا كنقاسم معكم وكنقول لكم عليه غادي تحصلوا على نتيجه عجيبه عجيبه. من بعد البنات غادي نقول لكم اشنو اللي غيبقى لينا. غادي نقبطوا بسم الله هاد الكاس ديال زيت العنبه، زيت العود، زيت الزيتون، فوالا. وغادي نعملوا هاد الفلفله ديالتنا هنايا، وغادي البنات نسدو عليها وغادي نخليوها. هانتوما هذا هو اللي مهم البنات، هاد يعني هاد النهايه هي اللي مهمه. هنايا سدينا على على هذاك الشيء اللي حنا اللي انا قسمت معاكم. الله على ريحه كتطلع غزاله. هنايا الفلفله من بعد ما غسلناها ونشفناها وعملنا ليها البابي ديال المطبخ باش تنشف نهائيا من الماء، غادي نخليوها في هاد الطاسه اللي انا غادي نغلقها، غادي نخليوها مده ديال 3 ايام ولا 4 ايام. من بعد 3 ايام ولا 4 ايام البنات غادي نحيدوا هاد الفلفله وغادي ناخذوا غير الزيت، زيت الزيتون اللي هي غتبقى لينا هنايا. هذيك زيت الزيتون اللي غتبقى لينا هنايا غادي نعملوها، غادي نخويوها هنايا لداخل، فهمتوا البنات؟ يعني الفلفله تبقى هنايا 3 ايام ولا 4 ايام من الاحسن في الثلاجه، على ود الفلفله كتسوف ولا شي حاجه في الثلاجه. انا كنعملها انا يعني المره الاخرى اللي عملت فيها هذا الفيديو سميتو الفلفله خليتها 6 ايام في الزويته ديالتها، ونوبا نوبا كنجي فوالا بهاد العويد وكنعمل ليها هكذا باش تطلق الفوائد ديالها. فوالا ما غاديش نعملوا معاها الدرس ديال الثومه، على ود انا عملت الثومه اللي هي من الصيدليه ما كتخليش لينا ريحه. هاد الوصفه كيف قلت لكم ملي غنحيدوا الفلفله البنات غادي نقبطوا هاد الزويته وغادي نخويوها هنايا. عاوتاني حليمه كتقولي الهضره وكتعاوديها، واعذروني راه كنبغي نفهمكم. يعني هاد الزويته غادا تخوى هنايا وغادي نتسناو على هاد من بعد 3 ايام بجوجهم، غادي نزيدو نتسناو 3 ايام وحده اخرى هنايا، وغادي ناخذوا هاد الزويته اللي غادي نشقوا بها الشعر ديالنا. ومن بعد ملي نشقوا بها الشعر ديالنا البنات تاخذوا السوشوار وتعملوه في ديك لا تومبيراتور اللي هي ما سخونه ما بارده، ودافي يكون دافي. وملي تعملوا الوصفه على راسكم قبطوا السوشوار وبداو يعني كتوجهوا السخونيه للفوره ديال الراس ديالكم باش يعني هاد العشوب اللي حنا جمعناهم ديال الشعر باش كتدخل ليهم مزيان. حاجه وحده نركز عليها وهو الوصفه انا ما كنعملهاش وننعس بها. الوصفه كنعملوها كنعملها السبت بالليل وكنعملها السبت في الصباح. وباردون البنات سمحوا لي قلت لكم راني متوتره اليوم، كنعملها الحد في الصباح وكنضل بها نهار كله حتى لليل عاد باش كنغسل راسي. وملي كنغسل شعري يعني جوج ديال المرات ولا ثلاثه في الاسابيع، جربتها جربوها الناس عطات نتيجه اللي هي يا فعاله. ما الا ما عطاتكمش نتيجه اذا عندكم تساقط الشعر ولا عندكم ديك البصيلات، ديك البصيلات وراثيين. اما الناس اللي عندهم تساقط الشعر وريتكم تبارك الله والشعر وصل عندي شعر رانيه، وريتكم انا الوصفه عطاتني نتيجه كبيره ولكن كانوا مشاو ليا حجباني كلهم. تلقوا لكم بين ما
بغيتو تعملوهم في قراعي ديال الزاج عملوهم في قراعي ديال الزاج. غادي نقول لكم بين ما تنسوش البنات تضموا القناه ديالي، تعملوا جيم، تعملوا لو بارطاج، لو بارطاج لو بارطاج هو اللي كيجعل هاد الوصفه ديال تساقط الشعر اللي هي مجانا، يعني ما مخلصاش عليها البنات، كنعطيها وكنفرح ملي كيخلي ليا شي حد كومونتير وكيقول ليا جربت ديك الحاجه وعجبتني ونفعتني. كنقول لكم ليلتكم سعيده، انا ورانيا كنقولوا لكم بين ما ان شاء الله داكشي اللي ملي تبغوا تبداو البنات قولوا بسم الله وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. كنقول لكم تعاليق التعاليق ديال رانيا، هذا راه لو بوس مي رانيا ومي دو بوس رانيا، فوالا التعاليق ديالي وديال رانيا. وما تنساوش تبارطاجيو جيم وضموا القناة ديالي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.